عايز اقول لحضرتك ان احنا قبل ما نبتدي اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في 2006 كنا بنهاجم كأطباء كبد مصريين في كل مؤتمر بنسافره. لماذا؟ لان كان بيتقال لنا انتوا عندكم نسبة انتشار فيروس سي عالية وانتوا اللي بتقولوا كده، ابحاثنا كانت بتقول كده. وانا بس اذكر المرحوم الدكتور مصطفى كمال الله يرحمه استاذ الصحة العامة في عين شمس، اللي هو عمل واشرف على اول بحث اتعمل في 1996 واللي طلع نسبة انتشار فيروس سي اكتر من 15% في المصريين. فكان بيتقال لنا انكم عندكم اعلى نسبة ولم تتخذوا اي اجراء لعلاج هؤلاء الاشخاص. الموقف ده كان هو الموقف لغاية 2005. بعديه بعشر سنين في 2015 الموقف تغير تماما. منظمة الصحة العالمية لما عملت اليوم العالمي لمكافحة الفيروسات الكبدية أول مرة تعمله بره جنيف، جت عملته في القاهرة اعترافا بالمجهود اللي عملته مصر في مقاومة فيروسي. عشان كده بقول لحضرتك أنا في غاية السعادة النهاردة. حضرتك بتقول إنك سعيد، لا إحنا اللي أكتر سعادة، لأن إحنا حلمنا بيتحقق على الأرض، بيتحقق بالمبادرة الرئاسية اللي بتوصلنا اللي احنا كنا متخيلين ممكن نوصله في 2030 هنوصله ان شاء الله في 2020. مش بس الفيروس سي، لا ده حضرتك المبادرة الرئاسية دي فيها فيروس سي وفيها الامراض غير المعدية او الامراض غير السرية زي الضغط والسكر والسمنة المزمنة. المزمنة ميزة بقى انك تعرف الخريطة دي ايه، انك مش بس تقول للراجل ده روح اتعالج، لكنك تحط تصورك المستقبلي للصحة. المحافظة الفلانية فيها اعلى نسبة انتشار للسكر، لو سمحتوا ركزوا هنا ووصلوا المعلومة للناس ازاي يبعدوا عن السكر وازاي يحافظوا على نفسهم، وانشئوا مراكز لعلاج السكر وانشئوا مستشفيات لمعالجة المشاكل المترتبة على السكر. دي المحافظة دي الضغط فيها العالي، دي اللي عايزة وجهة نظر اخرى. فحتى انت بقى عندك ان شاء الله بيانات صحية عن المواطنين المصريين، مش بس تفيدهم هم لكن تفيدك في اتخاذ القرار المستقبلي لسنوات وسنوات قادمة. دي حاجة ما كناش نحلم بيها، لو كنا نتخيلها ونحلم بيها زمان ما كانش حد هيصدق الكلام ده. فالموقف اللي احنا فيه ده بيخلينا في منتهى السعادة، مش بس دكاترة الكبد، دكاترة كلهم، زملائنا في الضغط في القلب والأوعية الدموية، زملائنا في البطنة وأمراض الغدد الصماء، زملائنا في السمنه والبطنه والعلاج الطبيعي، كل دول مستنيين النتائج دي عشان يحطوا خطتهم ويحطوا تصورهم القادم. احنا حاليا في موقف ده اكبر مسح طبي يتعامل في العالم على وجه ليه لما بينقال التعبير ده واستخدام اعفى على التفضيل، البعض بيتخذه هزوا او يسخر منه او شايف ان دي مبالغات. لا احنا ما بنقولش مبالغات.